شريف برضو في نفس السياق، الجماهير شايفة القمة دي مختلفة، تفتكر شايفها مختلفة ليه؟ لا أنا الأول بهني طبعا الجماهير المصرية على متعة الدوري السنة دي بصراحة، في متعة، في منافسة شريفة، في منافس جديد بيراميدز دخل في النادي الأهلي بينافس بقوة، نادي الزمالك عامل موسم أكثر من رائع الموسم ده، أدى بشكل كويس جدا، نادي الأهلي كان بعيد جدا طبيعي بتاع النادي الأهلي طبعا بسبب المؤجلات والماتشات والبطولات الكتيرة اللي بيشارك فيها من البطولة العربية للأفريقية لدوري مصري لكأس مصر، كل البطولات دي النادي الأهلي كان بيشارك فيها، كان بعيد جدا بسبب المباريات المؤجلة. النادي الأهلي لعب كل مباريات المؤجلة والحمد لله كان تقريبا خدها زي القطار ما بيقولوا، الحمد لله خد كل المباريات بشكل كويس وقدر ان هو يحقق المكاسب كلها فيها معظم المباريات بشكل كويس جدا. النادي الأهلي فاضل مباراة واحدة تفصله عن اعتلاء قمة الدوري العام، ودي المتعة الحقيقية في الدوري، ان انت بتستنى اللحظات ان تلاقي منافس قوي. دايما المنافس بتاع النادي الاهلي هو نادي الزمالك، موجود دايما في المنافسه لان هو النادي البطل دايما موجود مع النادي الاسماعيلي وبيراميدز القادم بقوه بشكل كويس، والنادي المصري بيأدي بشكل كويس، معظم انديه الصراحه يعني كابتن ايهاب جلال عمل ماتشات رائعه مع المباريات رائعه ممتاز، مدرب على اعلى مستوى منذ توليه الاداره الفنيه النادي المصري وهو بيقدم بشكل كويس جدا، فدي متعه حقيقيه للدوري. انا يعني بهني الشعب الجماهير المصريه كلها بصراحه الموسم ده بصراحه في متعه كره القدم والمنافسه الشريفه اللي موجوده.